مرحبا بكم دابور لهنا عندنا في الفيرما تاعنا. سي مسيو وقد عمر، جو سويز انا فلاح في ميدان زراعه الزيتون، وكما راكم تشوفوا درك رانا هنا في المزرعه تاعي، مزرعه عائليه تتكون من 1200 شجره زيتون على مساحه 6 هكتارات. عندنا زيت الزيتون في المنطقه كما راكم تشوفوا من بكري، ماشي زريعه جديده، من زمان تاع الرومان كاين هذه النبته وهذه الشجره تزرع في هذه المنطقه. و البدايه كانت ككل شاب جزائري طموح، بديت اولا في الزراعه في 2010، بدينا لامبلونطاسيون تاع لي زوليفي اللي رانا فيه. مما يخفالكش باللي كانت ارض، هذا ارض جدادنا صافي من بكري رانا في زيت الزيتون، مالغري كاين ماشي مكثف كما الان، ولكن كانت زراعه تاع زيت الزيتون في هذا المنطقه مشهوره من زمان قديم. وانا في 2010 اتجهت مباشره لغرس اشجار زيت الزيتون، وفي 2014 شرينا في اطار معاونه تاع الدول تاع الجزائر، شرينا هذه المعصره الصغيره المتواضعه اللي راه شفتوها، وبدينا الخدمه في استخراج زيت الزيتون. و دو فيرا ميزور لليوم لحقنا وين حصدنا الحمد لله 4-3 جوائز وطنيه وجائزتين دوليه. هي جودة زيت الزيتون موجودة في الشجرة كما خلقها ربي سبحانه، وين تروحي كاع في العالم هي شجرة تنمو في البحر الأبيض المتوسط، وين تروح في الشجرة كما خلقها ربي فيها جودة زيت الزيتون. ولكن السر نتاعنا معروف، ما راهوش السر مخبي، احنا عندنا اللوغو نتاعنا ديجا درناه من شجرة للقارورة. صافي دير نحيو زيت الزيتون هذا في وقته، لازم نقادروا وقتها نحيو زيت الزيتون، وكي نحيوه نديوه نستعملوا لي كاس الصناديق نتاع بلاستيك، ما نستعملوش الشكاير، ونروحوا ديريكت مباشرة. كاين وين نرحيو في نهار نفسه، وكاين وين نرحيو إذا كان بزاف لا بروديكسيون ما لازمش نديباسيو 48 ساعة على أكثر تقدير. وبهذه البساطة نجمو نستخرجوا زيت الزيتون ذو جودة وذو مقاييس عالمية. في المعارض الجهوية والذي تنظم من طرف الغرف ولا لادياسا ولا لي شومبر، سواء من البويرة من بجاية من تيزي وزو من البرج من بومرداس، رحنا شاركنا في بزاف في المعارض وتحكينا مع الناس. وسمير قاني مدنا فرصة باه نقيسوا الزيت نتاعنا على مستوى الوطن. وفي هذيك في الطبعة الأولى في 2018 خرجت بالميدالية الذهبية في زيت الزيتون البكر الممتاز كزيت زيتون كأحسن زيت زيتون في الجزائر. في المعارض الجهوية وهذاك حلتنا الشهية باه نروحوا نقيسوا أرواحنا ما بين بلدان أخرى، لماذا كي عاد عندنا في الجزائر منتوج مليح قلنا نروحوا نقيسوا أرواحنا. وكما تعرف السنة الماضية بالمرافقة نتاع الغرفة الوطنية شاركنا كذلك في المعرض الدولي للزراعة في باريس، وثم شفنا السيد الأورغانيزاتور نتاع الكونكور هذا نتاع لافوبيا، وشركنا معاه في المسابقة. والمسابقة كما تعرفوا سواء وطنية سواء دولية فيه مقاييس لاختيار زيت الزيتون. أول مقاييس هي الحموضة، الحموضة لازم تكون حموضة أقل من 0.8، والبيروكسيد نتاعها لازم يكون أقل من 20، هذه في المرحلة الأولى. ومن بعد المرحلة الثانية هناك خبراء بانال دو لا ديغيستاسيون يتكون من 8 إلى 12 خبير، وهما اللي يقيموا زيت الزيتون على حسب الجودة
والمسابقة اللي كنا فيه في باريس شاركت فيه حوالي 19 دولة عريقة في ميدان تاع زيت الزيتون، من بينهم إسبانيا، من بينهم لاغريس، فرنسا، إيطاليا، تونس، المغرب، وتحصلنا مالغري المنافسة هذا. وكذلك هناك حوالي 260 مشارك في ذلك المسابقة، والحمد لله تحصلنا على ذلك الميدالية الذهبية. رانا نخدموا مع بامال دي ماغازان دو برودوي دو تيروار، الجي في وهران، في الجزائر، بزاف مناطق في الجزائر بصفة عامة. ولكن هناك عائق في لا كومبيتاتيف، كما يظهر لكم حنايا المنتوج نتاعنا منتوج محدود، لاننا ما عندناش ان بوتونسيال كبير. ونا لومبيسيون، وعلى قلت لك لو كان كاين العامل مع بعض كاع لي زانتيرفيون تاع الشعبه نخدموا مع بعض، نجمو نفالوريزيو او موا 500 الف مليون. والمنتوج نتاعنا اليوم مطلوب حنايا درك السمانه هذه، مطلوب نبعثوا ان شاء الله لكندا، نبعثوا لفرنسا، بالك ثاني كاين نوبيراتور حاب يبعث العمال، وهذا شرف لنا. والزيت ينجم نفسه به البلدان واحد اخرى. وكاين حاجه واحد اخرى اختي، الزيت نتاعنا بصفه عامه نهضروها بكل الاسف جاء غالي في الاسواق الدوليه. اوني با فريمون كومبيتاتيف، سافي دير اون اوبليجي دالي فير ليكسبورتاسيون دي نيش، دي بتيت نيش اترافير لوروب، اترافير لا كندا، اترافير لازي. رانا نخدموا في هذا الميدان، ما لازمش نبقى بالطرق التقليديه، سواء في لامبلونتاسيون، سواء في لا ريكولت نتاع لي زوليف، سواء في لا تريتوراسيون. لازم نروح لا مودرنيزاسيون نتاع الشعبات نتاع زيت الزيتون، وهكذا تنجم تكون كبديل للبترول وبصفه عامه في الجزائر.